الله متم نوره. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي الأحاديث الكثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث تقع في آخر الزمان، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما فتقاتلون عدوا من ورائكم، قال: فتقتلونهم، قال: فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب، قال: فيقوم إليه مسلم ومسلم ويأخذ الصليب ويكسره ويقول: كذبت، بل الله غلب، قال: فينطلق عصابة إلى هذا المسلم فيقتلونه، فينطلق عصابة من المسلمين فيقتلونهم، قال: فيتواعدون للملحمة. يتواعد الجيشان المسلم والنصراني اللذان كانا متفقين على قتال عدو ثالث، يتواعدان للحرب بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: فيجتمع الروم تحت 80 غاية، وفي رواية راية: تحت كل راية 12,000، يعني 960,000. قال: فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم، فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم. فدل ذلك على أن ما هم فيه اليوم من قوة أنه سيكون مآله إلى ضعف، وما هم فيه من اجتماع سيكون مآله إلى شتات، وما هم فيه من صداقة سوف يتحول إلى عداوة، وما هم فيه من كثرة عدد سوف يكون إلى قلة وضعف وذل. وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتال المسلمين لليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما في الصحيحين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. يقول الراوي: ولم أكن أدري أين الأردن يومئذ، ما أدري أين الأردن يومئذ، كان يسمونها الشام، ما كانوا يقسمونها الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا إلى آخره. يقول: لم أكن أدري أصلا أن في بلد اسمه الأردن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك ويقول: ستقاتلون اليهود على نهر بالأردن. وقد ذهبت بنفسي ورأيت نهر الأردن، وإذا وهو نهر كان جاريا يجري على شكل طولي ما بين الشمال والجنوب، وقد جف قبل فترة حتى أصبح أرضا جرداء بعدما كان ماء كثيرا جاريا. وإذا هو فعلا من الجهة الشرقية، أنتم شرقيه، تقع الأردن وما بعدها من ديار المسلمين، وإذا من غربه تقع فلسطين المحتلة اليوم من إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وفي عصره لم يكن لليهود تمكين أصلا في الشام، ولم يكن لهم اجتماع قائم وقيادة في الشام، وكانت بيده هرقل، وكان يذل اليهود ويقتلهم، لكنهم لا زالوا يجتمعون من سنين لتتحقق فيهم هذه النبوءة من كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما ألفته ولا ألفه البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد، إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى. يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كان صلى الله عليه وسلم ليكذب، وإنما أخبر بغيب أخبره الله تعالى به ونبأه به. لذا يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن يستمر المرء قوة في تمسكه بدينه وثباتا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله، ادعو إلى دينك وجاهد من أجله وابذل له مالك ونفسك وفارق أهلك وأتعب نفسك لأجله. أنت لست على دين مخلخل، على دين مشكوك فيه، على دين ضعيف. توكل على الله إنك على الحق المبين. ولما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إعراض قومه عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم استعجل النصر، قال الله سبحانه وتعالى له: ولقد كذبت رسل من قبلك. لست أول من يكذب، ولست أول من يسب دينه
ولست أول من يستهزأ به، لا، قد كذب، هذه هي سنة الحياة، أن يقع الحرب ما بين الحق والباطل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم قال الله: ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، يعني لقضاء الله وحكمه وكتابه، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين